أما هلأ ليا بننتقل لعالم الموسيقى مع موهبة سورية تميزت بعزف البيانو، كيف دخلت هذا العالم؟ ولتحكي عن مشاركتها الأخيرة وحفلة الأخيرة بدار الأوبرا مع الجميلة ساندي بيل النخلي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. سعد صباحكم وصباح كل اللي عم يشوفونا على الإخبارية. اهلا أهلا وسهلا وسهلا. فيكي ساندي بيل. بالبدايه هيك خلينا نبلش من الحفل الاخير يلي صار بدار الاسد للثقافه والفنون، ونحكي عن شو قدمتي يعني من عزف منفرد على آلة البيانو. تمام، انا قدمت حفل عزف منفرد مثل ما حضرتك تفضلتي. هو حفل كلاسيكي، موسيقى كلاسيكيه. اخترت 3 أعمال فينا نقول عنهم أعمال أكاديمية ولكن جميلة بنفس الوقت، تنتمي للعصرين الكلاسيكي والرومانتيكي. اخترت 3 سوناتات ل3 مؤلفين، هن موتزارت وبيتهوفن وشوبرت، طبعا هن مؤلفين مشهورين خاصة عالمي. لمستمعي الموسيقى الكلاسيكية. صحيح. اخترت أني أقدم قالب السوناتا لأنه هو قالب كتير شهير وغني وضخم، يعني كل العازفين البيانو بحبوا أنهم يعزفوا هذا القالب لأنه هو بيغني تجربتهم وبيطور مهاراتهم. رح نتابع حديثنا معكم على المشاهدين، بس خلينا نشوف مقتطفات من الحفل ونرجع نتابع أوكي. حديثنا. يعني من أجمل الآلات هو البيانو، ولكن إذا كان عزف منفرد يعني ما في آلة مرافقة تانية، يعني بيكون أكثر كلاسيكي، أكثر يمكن بيستقطب جمهور ذو يمكن مستوى خاص بالسماع الكلاسيكي اللي بيفهم بالمقطوعات يلي بتخص البيانو. اليوم نحن كعازفين منفردين عم نقدم حفل على خشبة مسرح بضم يمكن مئات الحضور اللي لازم يكون موجودين، كيف فينا نحن نستقطب ضمن برنامج بمرة بالسنة ضمن حفلة جمهور يوصلوا هي الثقافة الكلاسيكية بهدوء وبسلاسة؟ تمام، وهذا بيوضع مسؤولية وعبء كبير على العازف باختيار الأعمال، إنه هو يختار أعمال تجذب الجمهور ما تمل له، خاصة إنه الحفلة يعني بتمتد لساعة ساعة وشوي، فنحن بنضل جاذبين اهتمام المستمع، لذلك نحن يعني بننتقي هي الأعمال بعناية، وطبعا أسلوب الأداء وجماليته أكيد هذا بيعطي جاذبية كبيرة. طيب ساندي، خلينا نحكي عن دخولك عالم الموسيقى. كنا عم نحكي تحت الهواء كيف دخلتي او قديش صار لك بتعزفي يعني، خلينا نعرف بعض هي التفاصيل. تمام. كان عمرك 7 سنين تقريبا. تمام، انا بدات تعلم العزف بعمر ال7 سنوات. درست عند استاذ خاص، بعدين دخلت على المركز. كانت رغبتك ولا رغبه اهلك ولا كان اختياري؟ الحقيقه هو كان حلم امي اذا بدك. يعني امي كانت حابه انه تصنع من بنتها بيانيست. فدخلت المركز الثقافي الروسي ودرست على ايد استاذه روسيه تاتيانا لوبينوفا.
وكنت شارك طبعا بحفلات ونشاطات المركز، يعني تقريبا كل 3-4 شهور كان يكون في عنا حفلات ومشاركات. اقمت اول حفل افرادي لي بعمر ال 11 سنه. حلو. طبعا كانت المقطوعات بسيطه اكيد يعني بتناسب العمر، وبعدين اكملت دراستي بالمعهد العالي للموسيقى بصف البروفيسور فلاديمير زاريتسكي، كمان بروفيسور روسي، وتخرجت ب 2010. كمان شاركت بنشاطات وحفلات وورشات العمل وحفلات موسيقى الحجره والحفلات الفرديه، كان دائما في نشاطات وورشات المعهد. يعني تدعم صقل الموهبه قد ايه مهم، يعني هي موهبه منذ الصغر بس لما تستكمليها ضمن دراسه اكاديميه قديش فعليا بتلاقي في يكون اختلاف حتى طبعا تنوع الموسيقى او عزف الموسيقى. اكيد الموهبه بلا دراسه يعني بتبقى ناقصه بحاجه لصقل، وكمان الدراسه بلا موهبه يعني ما بتعطي فنان، يعني الشخص الاكاديمي اذا ما عنده موهبه فنيه ما رح يوصل للشهره واعجاب الجمهور، فاكيد الدراسه شيء مهم كثير خاصه بالموسيقى الكلاسيكيه لانه هي مجال اكاديمي. نعم، الأكاديميين السوريين يلي أكيد هن يعني نمبر 1 عالميا حتى بخبرتهم بدرسهم وبعزفهم أيضا وبفنهم. اليوم خلينا نحكي، يمكن قبل الظروف يلي مرقنا فيها من الحرب كانوا الفنانين السوريين دائما بجولة عالمية ببلدان عربية عم يقدموا هذا الفن يلي هن نتعلموه على أهم المسارح إن كان بالشرق الأوسط وإن كان بالعالم. خلينا نحكي اليوم، يمكن هل السوشيال ميديا عوضت انتشار الفنان من سفره بسبب الظروف بسبب الحصار؟ هل نحن هلأ يعني صار عندنا سهولة الوصول أو هي أصعب مرحلة أصعب؟ كيف بتلاقيها بعد 30 سنة من العزف؟ يعني أنا ومن الفرص أيضاً كان إليك فرص طبعاً كتيرة. يعني أنا بلاقي جواب هالسؤال متناقض شوي، يعني نحن مجالنا هو مجال لايف، يعني استماع وتذوق الموسيقى اكيد بيكون احساس مسرح طبعا وتفاعل الجمهور مع العازف لايف اكيد هو بيكون اهم من السوشيال ميديا، ولكن بنفس الوقت السوشيال ميديا لعبت دور بتسريع شهره الفنان او العازف ووصوله. يعني لما الواحد بينزل فيديو سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب او على اي تطبيق وبينال مشاهدات هو بينشهر اسرع، ولكن بيضل يعني اللايف له مكانه خاصه طبعا. طيب خلينا نحكي عن رد فعل الناس، قديش بيعني لك بعد كل حفلة؟ أكيد. يعني مع بداياتك ولليوم قديش بتاخذي بآراء الناس بالنقاد؟ قديش بيعمل لك عامل تحفيزي لأنه لا لسه في أشياء بعد هالعمر بالعزف لازم أعملها جديدة مع كل حفلة بعملها بأي مكان مو فقط في دار الأوبرا؟ تمام. تحضيرات الحفل المنفرد تاخذ وقت، يعني مينيموم 3 شهور واحيانا توصل ل6 شهور حسب طول البرنامج وصعوبته، فتخيلي نحن بنتمرن بشكل منفرد كل هذا الوقت لحتى ننال استقطاب واعجاب الجمهور. يعني راي الجمهور وتفاعله هو شيء اساسي كثير، ما هو عزف اللايف هو كرمال يتفاعل الجمهور معنا، فانا كثير بيعني لي دائما اني اطور من مهاراتي اطور من احساسي لحتى يضل هذا التواصل، وكثير بنبسط من الاصداء اللي بتجيني سواء على الفيسبوك او لا. هيك اثر فيكي او كلمه بتحسي هيك لمستك من جوا اثرت فيكي ما بتنسيها؟ يعني في كثير كلمات انقالت لي بس بحس انه مبدعه محترفه، يعني هي الكلمات بتعنيني كثير، يعني بحس انه بترفع من قيمتي. مسؤوليه بتحسي كمان؟ طبعا طبعا اكيد. نعم، يعني بعيدا عن تقديم الفن على خشبه المسرح خلينا نحكي، هل كان لك تجربه باعطاء دروس ان كان لاطفال ان كان الى يمكن طلاب عم يحضروا للدخول الى المعهد العالي للموسيقى؟ هل هناك تجربه باعطاء تجربتك الموسيقيه الى جيل جديد عنده هذا الطموح جواته ولكن يمكن بده شوي ثقل اكثر؟ الحقيقه لا، انا ما مارست التدريس، كنت طوال عمري متفرغه للعزف وتقديم الحفلات، ولكن اعمل في المعهد كعازفه مع الطلاب، يعني طلاب الالات اللي بيحتاجوا انه يؤدي معهم البيانو دور المرافقه او بمجموعه حجره مثلا او اي مشاركه، اعمل مع الطلاب حاليا، بس كتدريس خاص لا ما لسه كان لي تجربه. ما كان لك لاني تجربة. متفرغه دائما للتمرين. ذكرتي خلال حديثك ساندي انه التحضير ل فينا نقول حلف العزف منفرد بياخذ وقت كثير طبعا، بعد هيدا الحفل في هيك
حابه يكون في حفل جديد، تحضيرات، حاطه مع بدايه العام القادم خطه لساندي انه انا لازم اعمل 1 2 3؟ الحقيقه انا دائما في خطط ببالي. طبعا اكيد الواحد بيواجه صعاب، بس لازم كلها يتخطاها بالجد والصبر والاجتهاد. ما بخفيكم انه انا حتى لما اكون عم بتمرن على حفل بكون عم بفكر واقرا سيناريو النوتات اللي بعده. ففي كذا فكره ببالي، ممكن مو بس على خشبه دار الاوبرا اللي هي اعظم خشبه، ممكن مثلا مسارح، مراكز ثقافيه، ليش لا؟ انا بتمنى يعني يكون في عزف منفرد ولا ممكن يكون مشترك؟ هيك وهيك يعني. في كذا فكره عم اشتغل عليهم حاليا. عم نشوف هلا كثير دارج الشو على المسرح، هيك عم يجذب العالم بشكل اكثر، عم يحبوا الناس هيك شيء. بالختام نحن بدنا نتمنى لك التوفيق، واذا بتحبي كلمه توجهيها لكل حدا دعمك، لكل حدا كان موجود ضمن الحفله اللي اقمتيها، لكل حدا هيك بحب ساندي وبيستناها من سنه لسنه. انا بدي اتشكر قناتكم المحترمه على استضافتها لي، وبدي اتشكر كل شخص دعمني، وحابه اخص بالذكر يعني السيده الوزيره الدكتوره لبانا مشوح على استضافتها لنا وعلى اعطائها لنا الفرص ودعمها للمواهب. وبدي اتشكر دار الاوبرا ممثله بالاستاذ اندريه معلولي المدير العام، وبدي وجه شكر خاص للاستاذه هبه سلمان يلي كثير تعبت معي وساعدتني، وكثير كثير يعني كانت هي مو بس استاذه كبيره، هي صديقه، ساعدتني كثير لحتى ينجح الحفل ويطلع بهذا الشكل. اكيد بدنا نوجه تحيه لكل اللي ذكرتيهم، ونتمنى لك بالختام التوفيق ساندي بيل نخي، وان شاء الله يا رب هيك مستضيفه بمحطات هامه بمسيرتك الفنيه على مسارح ايضا عالميه. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك.